يا من تقاوم من أجل حقك وتدافع عن عرضك وأرضك مهما مسك من لأواء الناس، ومهما يعني سقيت أرضك من دماء زكية، ومهما أخذك من مظلمة وظلم وفقر وتهميش ودمار، فاعلم بأن الفجر قريب إن شاء الله تعالى. كانت عندك في راسك بلي ممكن غادي ديري سكنه هكذا وكاع، ولا كانت تجيك حياه بعيده؟ لا، ولي شرف ولي حفر على اللي حفر البير، ولي سهم من قريب او من بعيد، نسال الله سبحانه وتعالى ان يسقيهم من ماء زمزم يعني في الدنيا وفي الاخره ان شاء الله ربي يسقيهم. وانتم اللي حكي العمل نتاعو عنده فعل الخير، لانه تماين بلي راهي امنت وصلت. والله يحفظ الجزائر الخير لاولادها الجزائريين الخيرين في الصحراء وفي الشمال وفي الشرق وفي الغرب. وافعلوا الخير نهار الاثنين 29 تاع العشيه على شروق تيفي.